الغدارة، اتقلبت الغدارة. كرة القدم قلبت وشها التاني على نادي الزمالك بعد ما كانت فتحة دراعتها بالكامل. يعملها وليد سليمان اللي لسه داخل في الشغلانة، ولسه بقول داخل اللعبة. اتعملت له روعة الروعة من المعلم حسام غالي، وكوفي يخش كده بشكل غير احترافي. وليد سليمان يضحك عليه وياخد من رجليه ضرب الجزاء. يا عيني على الجمال، يا عيني على الحلاوة، يا عيني على الطعامة. هل عبد الله سعيد اللي يشوط، ولا وليد سليمان اللي يشوط، ولا حسام عاشور اللي يشوط؟ هنشوف. لكن المباراة قلبت، المباراة قلبت يا جماعة. كرة القدم غدارة زي السوائل الدوارة، ما تقدرش تقف على جنب أبدا. الزمالك كان متقدم واحد وجات له ضربة جزاء، كهربا أصر رغم عدم رغبة مديره الفني على التسديد، اتحطت في إيد الحارس. يتعادل الأهلي بضربة جزاء في الوقت الضائع في الشوط الأول، وياخد ضربة جزاء في الدقيقة 52. مين اللي حيشوط؟ عبد الله سعيد. هو هل هي فكرة ذكية؟ هنشوف. عبد الله سعيد هل نفس الزاوية؟ هل هيغير الزاوية؟ خد نفسك من مراخيرك وطلع من بقك وارحم بقلبك، وهوبا يا عيني عليك. يخرب عقلك يا راجل، ده انت اعصابك ميتة يا ابني، ده انت واخد حقنة بنج ولا مورفين. حلوة 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 حلوة. عبد الله السعيد بعد ما حط حقنة في العضلة اليمين بصاله الحقنة في العضلة الشمال، لكن الاتنين كانوا على شمال الحارس. النادي الاهلي ينتفض في الدقيقة 53 ويكرر نفس ما فعله عبد الله السعيد. وكوفي اخذ الولد الصغير وليد سليمان، لكن ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا عبد الله؟ يا نهار يا نهار ابيض عليك يا عبد الله، يا عبد الله يا اخويا سماح، يا عبد الله يا اخويا سماح. حلوه 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 حلوه. الهدف الثاني في الدقيقه 52، والابهار على الوجوه. اتنين الاهلي واحد.